الأخير من القاهرة والناس، نشرة إخبارية جديدة إليكم أبرز عناوينها. القاهرة ترفض التوتر والاستقطاب في المنطقة. 10 مليارات دولار صادرات المناطق الحرة. الإمارات تتحدث التهديد الإيراني. عام على رحيل ساحر القلوب. وإليكم تفاصيل النشرة. سياسة مصر ثابتة بشأن تجنيب المنطقة المزيد من الأزمات وضرورة تخفيف حدة التوتر والاستقطاب، هذا ما أكد عليه وزير الخارجية سامح شكري خلال لقائه بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في مستهل جولته العربية التي تشمل كذلك بحرين، الكويت، الإمارات وسلطنة عمان والسعودية، وتهدف إلى بحث التطورات في المنطقة. ونقل شكري رسالة شفهية إلى عاهل الأردني من الرئيس عبد الفتاح السيسي تتناول التطورات المتلاحقة في المنطقة وما تفرضه من أهمية تعزيز آليات التنسيق والتشاور لدعم الأمن القومي العربي والحفاظ على المقدرات العربية. الإمارات لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي تهديد تمثله إيران ووكلائها، هذا ما أكد عليه وزير الدولة الإماراتي لشؤون الخارجية أنور قرقاش مضيفا في كلمته أمام ملتقى أبوظبي الاستراتيجي الرابع أن جهود إيران لتقديم دعم نشط لوكلائها في دول أخرى وإشعال التوترات الطائفية وتهديد وحدة الدول أصبحت أسوأ وليس أفضل، قائلا: لقد رأينا في الأيام الأخيرة كيف أطلق الحوثيون وكلاء إيران صاروخا باليستيا إيراني الصنع باتجاه الرياض، مؤكدا أن ذلك ينسف الادعاءات الإيرانية بأن برنامجها الصاروخي دفاعي. على جانب آخر، أحالت النيابة العامة البحرينية 3 أشخاص إلى المحاكمة بتهمة التخابر مع دولة قطر. وكانت المملكة البحرينية قد أعلنت من قبل وفي مناسبات عديدة أن النظام في الدوحة متورط في دعم بعض الخارجين على القانون في المنامة. كما أذاعت الجهات البحرينية تسجيلا لمكالمة هاتفية جمعت الأمين العام لحركة الوفاق الشيعية بوزير الخارجية القطري تتضمن اتفاقات على إثارة الشارع البحريني وإشاعة حالة من الاضطراب عبر التظاهرات وأعمال العنف. هناك تقارب كبير بين مصر وتونس من بعد عام 2011، هذا ما أكد عليه يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية الذي يقوم بزيارة حاليا لمصر، مضيفا في تصريحات صحفية عقب انتهاء أعمال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين أن العلاقات السياسية بين بلاده والقاهرة في أعلى مستوياتها، لكن العلاقات التجارية لم ترتقي بعد لمستوى العلاقات السياسية. هذا وشهدت أعمال اللجنة المشتركة بين مصر وتونس توقيع عدد من الاتفاقيات منها التعاون في مجال النقل البحري والخدمات البيطرية. 10 مليارات دولار إجمالي صادرات المناطق الحرة بنهاية العام الماضي، هذا ما كشف عنه بيان صادر عن وزارة الاستثمار، مشيرا إلى أن عدد المشروعات في المناطق الحرة يبلغ 1108 مشروع بإجمالي استثمارات 25 مليار دولار، توفر 185 ألف فرصة عمل. الذكرى الأولى لرحيل الساحر، حيث يمر اليوم عام كامل على رحيل النجم الكبير محمود عبد العزيز الذي غاب عن دنيانا في 12 من نوفمبر العام الماضي بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 70 عاما، تاركا رصيدا كبيرا من أعمال إبداعية ذات نكهة مختلفة أبرزها رأفة الهجان، الكيف، العار، إعدام ميت، الكتكات وغيرها من الأعمال التي ستظل تسكن الوجدان طويلا. نشرتنا انتهت، إلى اللقاء في نشرة أخرى بإذن الله.